فين النبيس 22 و21 و19 بتديها رامات عالية جدا، وبالتالي هي بتشتغل على الأجهزة اللي هي بلاي ستيشن. فاحنا أو في ناس، مش أنا عموما يعني، بيعملوا باتشات مثلا بيس 17 يحولها ل 22، بيس 6 حتى تحولت لبيس 22. طبعا الباتشات ديت بتشتغل على الأنظمة عالية شوية، يعني مثلا ممكن تشتغل على نظام 2 رامة. طبعا طب والأجهزة الضعيفة اللي منها مثلا جهازي وجهاز بعض الناس هيعملوا ايه؟ وانا بقلب على اليوتيوب ما لقيتش ولا اي حاجة، فحاولت انا ايه من نفسي افهم اي حاجة او اعمل اي حاجة كده. فوصلت لطريقة، يعني انا مش هقول ان انا مبرمج او اي حاجة زي كده، انا شخص عادي. وصلت الطريقة اللي انا اقدر اشغل بيها البادج واشتغل معايا كويس والماتش ما طلعش، فحابب اشارككم بيها. هنخش على ماي كمبيوتر عشان بس أأكد لكم النظام اللي انا شغال عليه. اه انا عندي الذاكرة مثبتة او الرامة 1 جيجا بايت، ونوع النظام التشغيل 32 بت، والويندوز بتاعي ويندوز 7. لحظة بس، فين ويندوز؟ ويندوز بتاعي ويندوز 7، معلش بس عشان انا مش واخد على اللغة العربية لسه. عادل الجهاز بتاعي، غيرت اللغة بتاعته للغة العربية. تمام، انا عندي هسيب لكم اللينك بتاع البيتش، خدته من واحد كان منزله على اليوتيوب، هسيبه لكم برضو في الفيديو ده عشان ما تقعدوش تدوروا على الفيديو. لا مش هنا. انا مسميها عندي على الجهاز بيس 22. لا مش دي، معلش سوري، هي بيس 22 اللي تحت دي، معلش. طبعا الملف دوت جيجا ونص. الملف دوت فيه البيس وكمان البادج، يعني هي بيس وبادج مع بعض في نفس الملف. فطبعا الناس اللي عندها البيس 6 موجودة على الجهاز وأجهزتها ضعيفة، فدول اللي انا عامل الفيديو عشانهم واللي انا منهم. انما الناس اللي اجهزتها قوية تنزل الملف دي بس وهتشتغل معاها عادي. بالنسبة للناس الضعيف اللي اجهزتها ضعيفة زي امكانيات بتاعتي كده، بتخش على اللعبة عادي. يعني مثلا انا هسطب عشان 32 بت، هسطب 32 بت. لو حد فيكم ما يعرفش هو كام، ممكن تخش هنا من على ماي كمبيوتر هنا، واتكل كليك يمين والخصائص، وهتيجي هنا عند نوع النظام بتاعك، هتلاقيه شوفوا كام بقى. انا عندي النظام 32 بت. تمام، فانا اسيب الرابط بتاع البادج دوت في اسفل الفيديو ده، وخشوا عليه ونزلوه. الناس اللي 2 رامه فيما فوق هيشتغل عندهم عادي، الناس اللي 1 رامه او اقل هم دول اللي هيحتاجوا يعملوا نفس ما انا هعمل. يعني مثلا عندي اوريكم اللي انا 1 رامه، فانا هشغل اللعبه عادي اهو، ونفس الناس اللي عندها 1 رامه برضو هيحصل معاهم نفس المشكله. انا شغلت اللعبه عادي اهو، لعبة جميلة جدا فيها كل المنتخبات، وفيها كمان الدوري المصري. الدوري المصري اهو، الاهلي الزمالك سموحة وانبي وكل الفرق المصرية. انا مثلا هاخد اي فرقة عشان انا عارف ان الجهاز عندي هيطلع دلوقتي قبل ما انا اعمل اي حاجة. انا عايز بس اكد لكم ان انا 1 رامة والجهاز بيطلع عندي نفس المشكلة اللي بتحصل عندكم. هبدأ على طول، هيفضل عامل كده شوية ويطلع يقول لي ويندوز بيبحث عن حل المشكلة، وهيفضل شوية يعني مثلا بيجيب التشكيلة كده وهيطلع. تمام، وبيجي الرسالة دي، هتستنى على ما الرسالة دي تخلص ويجي لك تحتها إغلاق البرنامج. طب أنا هقفل الفيديو عشان ما يطولش على ما الرسالة تخلص. طبعا الرسالة خلصت، ما بتاخدش وقت على طول يعني، بس انا عندي عشان الجهاز عندي يعني ضعيف جدا،
فبتاخد يعني من 2 لـ3 دقايق، فانا ما حبيتش الفيديو يطول فاتك اغلاق البرنامج. اه شوف الجهاز ضعيف جدا، حاجة رخمة، ربنا يتوب علينا بقى من الجهاز ده. معلش، هي عندك طبعا على حسب الكمبيوتر بتاعك تطلع على طول. تمام. الطريقة بقى اللي هتحل المشكلة ديت، وطريقة أنا مجربها، جربها قدامكم دلوقتي حالا، طريقة سهلة جدا. هتخش على لعبة بيس 6 العادية خالص، بيس 6 اهيت، دي بيس 6 العادية خالص عشان أأكد لكم اللي هي بيس 6 العادية. فأنا إيه هشغلها عشان بس يكون إيه كل حاجة مؤكدة، عشان محدش يقول لي ده ليه بيس فيها باتش والكلام ده. بيس العادية خالص والفرق بتاعتها اهيت، يعني مثلا ما فيش فيها ولا اي حاجة من التحديثات اللي احنا شفناها، ما فيش فيها اي حاجة خالص. انا هختار اي فريق كده وهبدأ الماتش برضه عشان اتأكد ان هي بيس العادية. معلش اللي انا ايه لو بتعبكم، عشان في ناس ممكن يكون ايه ما بتصدقش، فانا مش هستفاد منكم اي حاجة، انا بس طالع فيكم مش اكتر. بس العادية خالص اهي، تمام. اللي احنا هنعمله دلوقتي انا هاخد ده كله كوبي نسخ، ونروح على المكان اللي احنا مثبتين فيه البادج وفي اللعبة. اللعبة هي نتك عليها كليك يمين ونتك لصق. مجرد ما انت تتك لصق هتلاقي اللعبة بدأت وهتشتغل والماتش هيبدأ عادي. انا مش هقول كده وهقفل الفيديو، لا انا معاكم مهومت معاكم اهوت، وهبدأ اللعبة وهشغل اللعبة كمان، بس مش هقدر ألعب عشان هلعب بدراع واحد. بس لو عايزين نسيب اللعبة لحد الآخر أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا ممكن أسيبها لكم الشوط الأول أصلا عادي، يعني أخلي ماتش 5 وأسيبها الشوط الأول. فالفرق ايات طبعا عشان البادج موجود، هتلاقي الأهلي والزمالك، أدي مثلا الأهلي، وهنا مثلا الزمالك للناس برضو الزملكاوية حبايبنا واخواتنا. انا بمناسبة اهلاوي يعني، بس الناس انا مش متعصب عادي. اه الاهلي والزمالك طبعا. تشكيلة الاهلي هي محمد شريف وبرستاو وكل الناس يعني الجديدة اللي في الاهلي، وادي الزمالك نفس الكلام. هبدأ لكم الماتش اهوت ماتش. لاحظ بقى الفرق، كنا لما بنيجي نبدأ قبل ما نعمل نسخ ولصق كانت بتطلع، هنا بدأ الماتش عادة اهوت. اتاك ستار عشان نبدأ بس الماتش. طبعا اهوت انا مش عارف العب بايد واحدة. لو ملاحظين اللعبة بتهنج فضغط عشان ايه يعني انا الرمات عندي واحد، وبرضك
عشان الكمبيوتر عندي يعني ايه، يعني اللعبة شغالة عادي يعني كويس، بس الكمبيوتر عندي ساعات بيعلق. فان شاء الله هتشتغل عندكم كويس، وبرضو بعد ما اطلع من الفيديو هوريكم حاجة ممكن تخليها برضو تشتغل كويس. انا مش عارف العب والله، بس انا حابب اسيبها لكم بس يعني عشان ما تقولوش بس انا ببدأ اللعبة وبطلع وهي ممكن تطلع، فهي شغالة عادي كويس وكل حاجة. استحوذ على الكرة في أجمل صورة، يتحرك إلى الأمام، يستمر في الجري بالكرة. معلش بقى انا هطلع او خلاص عادي يعني مفيش اي حاجة، واللعبة جميلة اصلا. ولما تيجوا تشغلوها بالمثل كل مرة شغلوها كده على طول. فالحاجة اللي انا بقول لكم يعني عشان تسرع اللعبة، فانت تيجي على سيتنجز، هتلاقي عندك هنا كواليتي، ممكن تخليها لو اللي هي ضعيف، هي عندنا هنا متوسط، وهي كانت شغالة يعني شيئا ما كويس، انا عايز اسيبها متوسط. بس انت لو لقيت عندك بتهنج خليها لو. الناس اللي اجهزتها عالية بقى خلاها هاي. وطبعا ده حجم الشاشة، وهنا لو عايز الشاشة تكون كاملة او الشاشة تكون يعني في شكل اطار تمام. وكمان لو بتهنج ومش عايز تعمل الحاجات دي، فانت تقدر تخش هنا كده على الكست سيرفر، وتيجي هنا على الملف ده. ايوه ده، لا عندك هنا كله الخمس ملفات دول فيري هاي، فانت ملف ملف ممكن تقلل، يعني مثلا هنا فيري هاي، هنا هاي، هنا ميديم يعني متوسط، هنا لو ضعيف، هنا فيري لو ضعيف جدا. فانا بنصح ان انت ما تجيش من الملفات دي اصلا، سيبها فيري هاي زي ما هي كويس. بس لو لقيت عندك ضعيفة فانت حاول تقلل، بس ما توصلش يعني ان انت تعمل فيري هاي او فيري، قصدي فيري لو او لو، يخليها يعني ايه في الثلاثة دول اللي فوق تمام. فبكده اكون خلصت كل حاجة، فلو اشتغلت معاكم قولولي في الكومنتات. انا طبعا زي ما انتم شايفين لسه اول فيديو ليا على القناة، فمحتاج دعمكم وشكرا.